تجمع المباراة الأولى الأهلي شندي، وهو مباراة كبيرة جدا أمام الخرطوم الوطني. الأهلي شندي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، خسر في الجولة الماضية من هلال الساحل بعد أن كان متقدم بهدف، خسر بهدفين. الخرطوم الوطني فائز على توتي بثلاثية، وهو في المركز الرابع برصيد 28 نقطة. نتكلم عن هذه المباراة. طبعا أنا يعني عاوز أقول إنه مسألة توقف تأجيل مباراة الهلال والمريخ من مصلحة الفرق الثانية، في من جهة إنه عدد كبير من اللاعبين واللاعبين المتبقين في الهلال والمريخ ما حيلعبوا مباريات إلا بالشكل الودي، ما حتكون بالقوة، ممكن تدي فرصة للأندية الثانية إنه تكون في الرتم، وحتى المباريات لو في مباريات قريبة للفرق دي مع هلال المريخ ممكن تقرب الصراع. احنا شفنا في تطور كبير في الدوري السوداني في الفتره الاخيره، في ارتفاع لانديه، يعني كنا مستبعدين انه الاهلي مروي يكون في المرحله دي، وفريق ظهر بشكل كبير وشكل جميل جدا جدا. حتى عوده الخرطوم بعد ما كان الخرطوم عانى في فتره من الفترات عاد لمستويات كبيره، ومدربين سودانيين قاعدين يشتغلوا شغل يعني بدا ياتي بثماره في الفرق دي. المباريات في كل الاحوال احنا الدوري السوداني بقى المنعطفات، كل ما المباريات خلاص يعني تقرب هنا الفرق بتبدا تخوض حسابات كبيره جدا جدا انه ما تفقد المباريات. انا بقول الفتره دي هي فتره بتاعت مباريات فيها تعادلات، يعني فيها حرص، فيها حرص انه ما يبقى بعيد من مناطق الدفء، المراكز الخامس والسادس والسابع، فمباريات بتخلي دائما التنافسية القريبة دي بتخلي فيها حرص كبير، ممكن ميالة للتعادلات كثيرة. طيب أهلي شندي والخرطوم؟ والله تميل للخرطوم بحكم إنه أهلي شندي للأسف يعني أهلي شندي عانى من بعد تفريغ يعني يمكن بعد غيابات التسعة لاعبين أو العشرة لاعبين والتسجيلات الجديدة اللي حلت على الأهلي شندي، ممكن الأجواء في الأهلي شندي اختلفت كثير، والإنسجام حتى الإعداد بدأ متأخر، يعني ترتيبات الأهلي شندي كانت فيها إشكاليات، وده نتاجه حاليا هو